متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. هذا الأسبوع يتوقع بإذن الله أن يحمل معه المزيد من الفرص للأمطار في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، في حين تبقى الأجواء تقريبا مستقرة في باقي المناطق، في حين أن مركز طقس العربي يراقب حقيقة نشاط مداري يحدث في مناطق العرب، سنتحدث عنه بعد قليل وكيفية أو إمكانية تأثيره على الجزيرة العربية. نبدأ توقعات النشرة الجوية الأسبوعية بالحالة الجوية المتوقعة يوم الأحد، إذ يتوقع أن تشهد مناطق عدة من المملكة أجواء مشمسة ودرجات حارة تقريبا حول إلى أعلى بقليل من معداتها، فمثلا تصل في العاصمة الرياض إلى 38 درجة مئوية، 33 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 36 درجة مئوية في المنطقة الشمالية الغربية وتبوك، و34 درجة مئوية في منطقة جدة، 28 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، ودرجة الحرارة هناك طبعا 28 درجة مئوية، في حين تشهد مناطق مختلفة من الخليج العربي بما فيها مدينة الدمام رياحا شمالية نشطة السرعة، مما يؤدي أيضا إلى اضطراب البحر، وترتفع هناك درجة الحرارة في ساعات النهار إلى 38 درجة مئوية. يوم الاثنين يتوقع أن يحدث تغيير شامل على الحالة الجوية، إذ تبقى درجات الحرارة تقريبا مشابهة لما كانت عليه، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من المملكة. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة بشكل خجول فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى، وتصل مثلا درجة الحرارة في العاصمة إلى 38 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا لا تغييرات شاملة على الحالة الجوية، الأجواء تبقى تقريبا مشابهة لما كانت عليه يوم الاثنين، تكون درجة حرارة في العاصمة 38، في الدمام 36، في الحدود الشمالية 36، في تبوك 34، كذلك أمر في مدينة جدة متوقع تشهد بعض الرياح النشطة الشمالية الغربية، في حين تكون هناك فرص لزخات رعدية من الأمطار في جبال جنوب غرب المملكة، ودرجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، تصل في العاصمة إلى 37 درجة مئوية، مناطق الحدود الشمالية 36، وفي تبوك 34 درجة مئوية، كذلك مر في مدينة جدة وعموم السواحل الغربية من المملكة، 39 درجة مئوية في مدينة الدمام والمنطقة الشرقية، هناك ارتفاع قيع درجات حرارة في تلك المنطقة، وتصل إلى 26 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع فرص لأمطار رعدية في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس لا تغييرات على الحالة الجوية مشابهة ليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية من المملكة تصل إلى حدود 40 درجة مئوية. ونختم توقعات الأيام بهذا الأسبوع بيوم الجمعة، إذ يتوقع أن ترتفع من جديد درجات الحرارة في المنطقة الوسطى تصل إلى 39 درجة مئوية، مع بقاء فرص الأمطار الرعدية حاضرة لكن بشكل خجول في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. هناك نشاط مداري يتم رصده عبر نماذج الحوسبة في منطقة بحر العرب، هذا النشاط المداري قد يؤدي في النهاية إلى تطور حالة مدارية تؤثر على أجزاء من الجزيرة العربية، فكما هو واضح هنا هناك نشاط أعلى من المعدل في منطقة خليج البنغال، هناك احترار عالي في مياه سطح مياه الخليج هناك، طبعا يتوقع اندفاع موجات شرقية بطبيعة الحال إلى منطقة بحر العرب مع نهاية هذا الأسبوع. هناك مناطق في بحر العرب كما نلاحظ هي مناطق تعاني من نشاط كبير في رياح ما تسمى برياح القص، وهذه الرياح التي تؤدي إلى عدم نمو الحالات المدارية، تتركز هذه الرياح رياح القص في المنطقة تقريبا الوسطى من بحر العرب والمنطقة الجنوبية من البحر العرب، في حين أن المنطقة الشمالية من بحر العرب كما نلاحظ القريبة من خليج عمان والقريبة من الجزيرة العربية تعاني تلك المنطقة على العكس، على نقيض ذلك هناك ضعف في رياح القص وبالتالي بيئة جاذبة وتؤدي لنمو الحالات المدارية وتطورها أحيانا إلى عواصف مدارية أو منخفضات مدارية أو في بعض الأحيان بشكل مفاجئ إلى ربما أعاصير مدارية. يتم مراقبة هذه المناطق بحيث أن هناك بعض الفرص تشير لأن عند اندفاع هذه الموجات الشرقية القادمة من خليج البنغال باتجاه هذه المنطقة قد تتطور إلى حالة مدارية، وبطبيعة الحال تكون أكثر المناطق عرضة لذلك هي سلطنة عمان وبالأخص المناطق الحدود أو السواحل الشرقية المطلة على خليج عمان بالدرجة الأولى، ويتم مراقبة ذلك وسنبقى على تواصل معكم طبعا عبر مركز طقس العرب عبر القنوات المختلفة إما عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كيفية تطور هذه الحالة المدارية إن تطورت وكيف ستكون تأثيرها إما على الجزيرة العربية أو حتى ربما المملكة العربية السعودية، والله تعالى دائما
أعلم. إذن هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأخير من شهر 9 شهر سبتمبر. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.